هل من نصيحة للعاملين في الحرم بأن يجتهدوا في إبعاد النساء عن الرجال في هذا المكان؟ كذلك لاحظنا اليوم وجود تصوير في ساحات المسجد الحرام من الداخل، فما توجيهكم لهؤلاء؟ أما أنهم يبعدون النساء عن الرجال فهم قائمون بهذا جزاهم الله خيرا، ولكن لابد، تعلمون كثرة الناس وكثرة، قد يحصل شيء من عدم الانضباط، لكن هم مجتهدون جزاهم الله خيرا ونحن نراهم في هذا. وأما التصوير هذا منكر، يجب عليكم أن تبلغوا الهيئة، هيئة الحرم، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحرم، تبلغوها بهؤلاء الذين يصورون والمكان الذي يصورون فيه من أجل أن يراقبوه ويمنعوا، لأن هذا ممنوع. والغالب أن اللي تصور النساء الأجنبيات يجيب معهن كاميرات بثيابهن ولا يفتشن ويصورن، فيجب عليكم أن تبلغوا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحرم، نعم، الهيئة الخاصة بالحرم، نعم.